هل من فضل لهذه السور الكهف الواقع ياسين؟ لا أعلم شيئا ثابتا في فضل هذه السور، لكن ورد أن الكهف تقرأ يوم الجمعة، ورد هذا وعمل به بعض الصحابة، إذا قرأها فلا بأس بذلك. ياسين ورد أنها تقرأ على المحتضر قبل خروج روحه، ورد في حديث ضعيف أنها تقرأ على المحتضر عند خروج روحه. وأما الواقعة فلا أعلم فيها شيئا. نعم.